البنك المغرب صدر واحد البلاغ وخدا فيه واحد المجموعه ديال الاجراءات وواحد المجموعه ديال القرارات. هذه مؤسسه مستقله، وانا استغرب هذا المصطلح ديال ازعجه. واش حنا فين كنعيشوا ازعجه؟ ما شنو هو ازعجه؟ شنو معنيت ازعجه؟ وعلاش غنزعج انا من التقرير ديال واحد المؤسسه مستقله؟ لماذا؟ لماذا سيزعجني؟ هذاك مؤسسه مستقله عندها قراءتها لوضع اقتصادي ونقدي وخاصه نقدي، وخذت بناء عليه اجراءات، الدستور يعطيها هذه الحقوق. لماذا والحكومه واش كتنزعج؟ واش حنا فين؟ فين حنا؟ الحكومه تشتغل وفق ضوابط، والمؤسسه تشتغل وفق ضوابط، هي عندها قراءتها للارقام والتضخم وخذت اجراءات. مبارك مسعود الله يسخر. لكن انا لا اعتقد بان هذا الموضوع خصو يكون واش نزعجات ما نزعجات، وهذا المنطقة المؤامرة هنا لا يستقيم، ما راكبش ما كاينش.